كنا عن الار دي اف، المحاضره هاي بنوخذها عن الار دي اف اس، الار دي اف سكيما، اس اللي صار لسكيما. قبل ما ابلش احكي تخيل لنا انه في عندنا داتا بيس وفي عندنا داتا بيس سكيما، في عندنا اكس ام ال وفي عندنا اكس ام ال سكيما. هل فينا عن جد ار دي اف وار دي اف سكيما؟ الجواب لا. اسمها ار دي اف سكيما بس هاي مش مفهوم هذه السكيما تبعات الاكس ام ال، مختلف تماما. حنشوف هذا الشيء خلال المحاضره. اوكي، يعني بتقدروا تتفرجوا على الفيديو المسجل على هذا اللينك. الريدنج تبع المحاضره، الماتيريال المطلوبه منا اللي هي الستاندرد تبع دبليو 3 سي، هذا هو الريدنج ماتيريال، يعني هذا التشابتر المطلوب منا للمحاضره هاي. نحكي عن الار دي اف سكيما. اللي بدي اقوله زي ما بلشت انا انه هذه مش بالضبط معناها سكيما زي ما معناها بالاكس ام ال وبالداتا بيس. هي عباره عن بنسميها فريم ورك، يعني هي سكيما بمعنى فريم ورك تو ديسكرايب ابلكيشن سبيسيفيك كلاسز اند روبوتس. يعني في عندنا داتا ار دي اف وفي عندنا ار دي اف سكيما، احنا مش بنفحص انه هاي الار دي اف لازم نسميها ادهيرز، انها تلتزم بهاي الار دي اف سكيما. الار دي اف باختصار، بعطيكم باختصار ايش الار دي اف سكيما بشكل مبسط جدا. الار دي اف سكيما انت مش شرط تلتزم بها، انت ممكن تلتزم لما تبني ار دي اف في جزء صغير من السكيما هاي وجزء صغير من السكيما الثانيه وجزء صغير من السكيما الثالثه. انت حر. يعني انا لما اجي اقول انه طالب بيدرس في جامعه او طالب مسجل في كورس، موظف يعمل في شركه هون يعمل في، او مسجل في هاي الاسئله على بروبرتيز. هلا انت في البريدك بنسميها بريدكت في ار دي اف. هلا بريدك اسم البريدك هذا كان نحط قبلها اي نقطتين ونقول كذا. هلا انت هناك وين كان هذاك التعريف هون موجود لازم يكون في مكان ما. هلا انت الار دي اف سكيما اليوم بتقول لك بدها تورجيك كيف تعرف هذا المكان ما. ها؟ فانت بتعرف اسماء علاقات وبتعرف كلاسز في مكان. وواحد ثاني برضه عنده تعريفات وثالث عنده تعريفات سكيمز. انا لما اجي اكتب ار دي اف تعجبني بس تعريف الوركس فور من هاي السكيما، بتعجبني تعريف ستادي ات في السكيما الثانيه، بلتزم بكل واحد اللي بدي اياه. فهمت علي؟ هذا باختصار. هلا داتا سكيما سوري ار دي اف سكيما سيمانتيكلي اكستنس ار دي اف. يعني الار دي اف سكيما مشكله انها ما زي الار دي زي الاكس ام ال والداتا بيز، هي اصلا اكستنشن للار دي اف. يعني انا لما اودي لك داتا مكتوب الار دي اف انا بقدر احط سكيما تبعتها معاها، ما في داعي احط سكيما مطرح وين داتا مطرح، فهي عباره عن اكستنشن للار دي اف. والاكستنشن هاي نقول سيمانتيكلي اكستنس، يعني بتعرف وهي سيمانتيكلي المعنى والتركيب تاع البيانات، فاحنا بكون مع البيانات ممكن نحط. So to enable us to talk about classes of resources and the properties that will be used between them. Oh, with them. Classes in RDF schema. بلشت نحكي عن class. تعرف شو class؟ تعرف خطيهم ان؟ خدتوا اي ار وفي قسم منكم اخذوا ار ام كلاس. فنقول كلاس طالب، كلاس تيتشر، كلاس كورس، كلاس. كلاسز ان ار دي اف سكيما از ماتش لايك كلاسز ان اوبجكت اورينتد بروجرامينج لانجويجز. الكلاس This allows resources to be defined as instances of classes and subclasses of classes. نقدر نعمل سب كلاس اوف كلاس. هلا بنشوف. فبالاخر ار دي اف سكيماز ار ويب ريسورسز
and have URIs and can be described using RDF. Well, actually they are RDF. أقولكم باختصار قبل ما نبلش المحاضرة، بتعلمكم اليوم ثلاث أربعة تاس تستعملوهم جوا الRDF. هاي هي الRDF سكيم. هلا ذك شو التاكس كانت الRDF اللي خدناها لحد هلا؟ Description about resource. هذا شيء بسيط. أخذنا طايب صح؟ كنا طايب. شو النوع تبعها؟ طب تايب وين بعرف النوع تبعها؟ بقول هاي الاشي النوع تبعه كورس. بس وين بعرف كورس؟ هلا بدي اورجيكم كيف بنعرف كورس. طب كورس سب تايب اوف كورس، يعني كلاس سب تايب اوف كلاس. هلا بنشوف. فمن اليوم بنعرف تعريف كلاس، تعريف سب كلاس، تعريف بروبرتي، تعريف سب بروبرتي، وسلام. يعني لحد الان يعني انا حسب ما فهمت لحد الان مش شايف في اختلاف عن الـ RDF اللي كتبناه الا للسب كلاسز بس. وسب بروبرتيز. وين كلاسز وسب كلاسز. بروبرتيز وسب بروبرتيز. شو قلت انا؟ سيمانتيكلي اكستنس RDF. مظبوط. ملاحظتك صحيحة. طيب. نبلش RDF. RDF سكيل. هلا. أول شيء نبلش بالكلاس. هاي في عندنا مثلا ادوارد سعيد، اخذنا الماضي المحاضره الماضيه انه ادوارد سعيد عباره عن ايش؟ انستنس انديفيدجوال صح؟ له يو ار اي صح؟ طب هلا انا بدي اقول انه التايب تبعه ما هذا لحد الان هان ار دي اف صح؟ التايب تبعه ما مظبوط؟ واخذنا كمان انه بيرسون سوري اوكي خلينا هلا مان هلا لحد هون ار دي اف لحد هون ار دي اف لو تيجي هنا بس شوف لحد هون ار دي اف هلا من هون طالع بدي اقول الار دي اف هاي انه هذا المان كلاس مان سب تايب من كلاس بيرسون تقدر تقولها هاي بالار دي اف كمان مرة سؤال. هاي لحد هو RDF لحد هون صح؟ مظبوط؟ هاي خدناها RDF هلا هاي انه ما اذا كلاس قلنا وسب تايب سوري يعني في عندي بعرف في عندي كلاس وكلاس هذا يعني ديفايند مش احنا عرفنا هذا ديفايند من ال W3C RDF is class. هلا قلنا في كلاس اسمه بيرسون او سوري في شيء بيرسون التايب تبعه كلاس شو يعني عرفنا كلاس اسمه بيرسون صح؟ وعرفنا كلاس اسمه مان وقلنا هذا الكلاس is a subtype of بيرسون تقدر تكتبوا هاي في ال RDF؟ بالريسورس ممكن نفس الاشي زي ما اشتغلت ارضي ففي عندنا to describe classes we can use built in RDF schema resources RDF is class و RDF is subclass هذول يعني نوع عرفهم W3C طيب property نعرف property معينة هلا في عندي انا انه بيرسون او في عندي هاز كوليج زميل شو الدومين شو بنسميها كل هلا كل ريليشن زي مثلا كل ريليشن شو تعريف ريليشن؟ ريليشن يعني بين شغلتين وبين شغلات اكثر من شغله بس خلينا نقول الباينري ريليشنز ار بين شغلتين شغلي لها علاقه مع شغلي صح؟ الشغلة الأولى وفي عندنا الشغلة الثانية والعلاقة اللي بينهم هلا العلاقة هاي بنقول الشغلة الأولى بنسمي علاقتها مع الشيء الأول بنسميه الدومين تاع العلاقة يعني works for شو الدومين تبعها الدومين؟ كومباني لا works for الدومين تبعها work الرينج تبعها كومباني بس الدومين
بيرسون وركس فور كومباني. الاول اسمه دومين والثاني اسمه رينج. يعني الاوبجكت والرينج ممكن نسميه الدومين والرينج اهو. خلينا نقول هذا نسميها شيء مو اجازه. فهان هاي هاد سكوليك الها الدومين شو هو؟ بيرسون. والرينج على فكره بالصدفه بيرسون بس مش شرط يبقى نفسه. بس هون هذا المثال تبعي انا شو بقول؟ انه بيرسونز هاز كوليك بيرسون، صح؟ مظبوط؟ بيرسون هاز كوليك بيرسون. هلا وعرفنا انه هاي ايش؟ كلاس. وهاي فاذا لما باجي اعرف البروبرتي لها ثلاث شغلات البروبرتي. بحط اول شيء اسمها وبقول شو الطاقة تبعها؟ بروبرتي. والدومين تبعها والرينج تبعها. ففي عندنا بروبرتي دومين ورينج. طيب هل شرط ان يكون الدومين ورينج كلاس؟ قد يكون كلاس وقد يكون فاليو. كمان مرة الدومين لازم يبقى كلاس، فيش مجال. بس الرينج مش شرط كلاس. شو ممكن يكون؟ فاليو طبعا. فاليو الدومين بالار دي اف مش فاليو، بنسميه string class string. بس بالـ RDF شو عايش علمنا احنا بالـ RDF؟ انه كل الدومين الـ subject دائما URI والـ object يا URI يا literal. معناته بالـ RDF بالـ RDF schema دائما الدومين تبع الـ property شو هو؟ class. طب الـ range برضه class، بس قد يكون كلاس احنا عرفناه او كلاس داتا تايب. داتا تايب عشان قد يكون ليترال. هلا بنشوف انت هاي مثال. في عندي ستودنت او هذا يقول فرانك اللي كرمهم. فرانك هاز سوبرفايزر جيني. ها هذا ار دي اف صح؟ بتعرف تسووه؟ في عندنا حدا التايب تبعه ستيودنت هاز اسمه فرانك هاز سوبر فايزر جين التايب تبعها ريسيرش. هلا بالار دي اف بقول انه ستيودنت في علاقه هاز سوبر فايزر صح؟ يعني هاي العلاقة عرفناها بس استعملناها صح؟ فهاي العلاقة student has supervisor researcher. هاي أول شيء عرفنا العلاقة، يعني عرفنا بروبرتي اسمها هاي supervisor الدومين تبعها student والرينج researcher. هلا student is a subclass of person وريسيرشر is a subclass of person. طيب نمشي عشان هسه مش طلع مثال كوي. اكزامبل ثاني هات لك اكزامبل. هذا ار دي اف. الار دي اف سكيما هي ار دي اف. احنا بس نلبس في شغلتين ثلاث نسوي زياده بس بقى الار دي اف بس هي الار دي اف سكيما. هل ما نعرف سمي هذول قلنا نيم سبيسز هاي عرفنا ار دي اف از كلاس ار دي اف اي دي انيمال. هذا مثال جديد على الار دي اف سكيما. عرفت كلاس شو اسمه؟ انيمال. تعرف كلاس ثاني شو اسمه؟ ار دي اف اس كلاس ار دي اف اي دي هورس. بدي اقول هلا انه هذا الهورس سب كلاس اوف ار دي اف ريسورس انيمال. شفتوا كيف بحكي انه هاي انه الهورس هي سب كلاس من انيمال؟ او دوغ. عرفت دوغ وعرفت انها سب كلاس من برضه انا ولا شيء ثاني. اجين هاي ار دي اف دوكيومنت، يعني ما فيش فايل اسمه ار دي اف سكيما. معي؟ هاي ار دي اف دوكيومنت. طيب نيجي ل ستودنت ريبورتس.
دكتور الشعر بس اللي قبل الانيمال وال الشعر اللي قبل الانيمال في شعر ايوه هاي ايوه اوكي المفروض ان حكيتها بالار دي اف بعرفش حكيتها ولا هلا هاي شو معناها؟ معرف بنفس الدكتور لانك بتقول لي وين معرف هاي؟ يعني اذا ما فيش هاي طلع لا لحظه اذا ما فيش هاي الهاش لازم احط انا اتش تي تي بي كذا 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 ووديها في مكان ما في مكان ما بس انا ما بحكي عن مكان ما غير الدوك انا بحكي عن الدوكيمنت اللي قاعد انا بعرف فيه فهاي بتصير تستعيد عن اني انا وين تعرف اني ما موجود كانت هاي الدوكيمنت بس هذا ار دي اف مش ار دي اف سكيب من الناس طيب هاي مثال فسرها يلا انا بدي ساعدني افهم شو عبد على اسمك عبد الفتاح شو هذا تعرف ايش لا كربوت جمال شو بقول هذا اقرا معي يا جمال اول دي اف اس بلس اي دي ستودنت طيب يعني اول مره اول كلاس شو عرف كورس والثاني بس شو كان سب كلاس اوف اير على فكره انو بيرسو اللي معرف في النيم سبيس اللي معرف وين النيم سبيس في النيم سبيس فوق اختصار سميها ايه بي خلص يو ار اي في مكان ما واحد عرف شو هو بيرسون وانا هون مش في نفس الدوكيومنت لو في نفس الدوكيومنت حتى الحاش وانا هون شو جاي اقول كيف عرفت ستيودنت قلت يا جماعه ستيودنت هو كلاس وهو سب كلاس من من اللي عرفه احمد وهذا بيدل انها الار دي اف سكيما مش سكيما بمعنى انه انا بعرف انتبهوا هون هذا كلام كثير ضروري في تسلكم الار دي اف سكيما وانت بتعرف انت عمالك بتستعمل تعريفات في سكيما ثانيه تستعملها يو جاست اكستند ذم يعني انت بس جيت حكيت كلمه زياده عندك وواحد ثاني اجى كمان فالناس بتستعمل تعريفات بعض. طيب وها ديا عرفنا بروبرتي اسمها نيم هلا شو كمان لازم اعرف لك بروبرتي؟ دومين والرينج شو الدومين هو؟ بيرسون وشو الرينج؟ سترينج شو يعني؟ يعني بيرسون نيم سترينج يعني بيرسون هاز نيم سترينج وهذا والداتا تايب تبع النيم هو سترينج الاكس اس دي اللي حكيت معنا الاكس اس دي هلا كلمة سترينج انو اخترعها يعني هي سترينج يعني لو تحكي قدام واحد تحكي انجليزي كل شوي عن سترينج وبفهم سترينج شيء ثاني بس انا مش بحكي عن هي سترينج انا بحكي عن ايش؟ عن الكلاس سترينج اللي عرفوا داعين الاكس اس اس دي اللي هم داعين الاكس اس دي نفس الداتا تايب تبعت الاكس اس دي ها تعرف الداتا تايب تبعت الاكس اس دي هي نفسها اللي بتستعملها او تقدر تعرف انت واحد جديد وتستعمل داتا تايب جديد طيب وهاي شو اسمه؟ حمزة شو هي؟ بروبرتي هاز بيرنت هاز بيرنت دومين تبعها؟ لها دومين بيرسون ورينج بيرسون ورينج بيرسون وجمال شو هاي؟ بروبرتي بروبرتي شو اسمها؟ هاز فادر هاز فادر طيب مسكر البروبرتي مرتين مسكر البروبرتي مرتين هو؟ هاي لازم حدا لازم احذف هذا السطر طيب هذا السطر ولا غلط طيب روبرتي هاز فادر طيب كمل صدر روبرتي
السب بروبرتي محطة الهاش هاش فاضل محطة الهاش لا دومين ولا دين. شو بقولك أنا هلا هو؟ استخدم الاستخدام. حقولي هاي البروبرتي it's a sub property of the property has parent. هلا has parent طبعا معرفها هنت هاش معرفها أنا هون صح؟ شو يعني بروبرتي صد في إيش اسمه سب بروبرتي شو يعني؟ يعني كل واحد إذا في علاقة بين اثنين A و B شخص وشخص طلع لها سبيرة في علاقة بين A شخص اسمه A وشخص اسمه B شو العلاقة؟ هازبير وفي علاقة مثلاً بين بي وسي برضو هازبير طيب في علاقة ثانية بين مثلاً A وسي اسمها هازفادر إنه A is a father of C لما عشان في علاقة عشان هاي السب بروبرتي فبنقول كل واحد او كل علاقه اسمها هاز فادر برضه اسمها هاز بير وعلى فكره والسب كلاس كل طالب هو بيرسون صح وكل هاز فادر العلاقه كتبه هي كمان ايش هاز بير اصلا مش معرف في الانترنت الهاز بير هاي هاي تعرف صراحة تقدر تقول خلص شو ضل لظل لخص شو أخذنا اليوم أخذنا شو الكلاس صح وأخذنا شو الصب كلاس وأخذنا شو الدومين والريال وأخذنا الصب بروبات وبس هذول يعني الشيء الثاني هذا هو الأرضية كمان مرة على العلاقة ونحكيها الصب سبب وبركة بس كمان مرة هلا بعدين شو في شيء ثاني؟ يعني عنده أي سؤال؟ والله دكتور الإكس إس دي أوكي رتب الأسئلة بس حسب ما أنا بتخيل إنه أنا بقدر أكتب هذا الحكي بالأرضية أف بدون كلاسز بدون بروبرتيز فبدا صح؟ طيب خلينا أبلش من سؤال الأبسط الاكسسيتي هلا قلنا كل بروبرتي لازم يكون لها دومين اورينج الدومين دائما كلاس نبقى احنا عارفين صح خلينا نحكي ار دي اف خلينا نحكي ار دي اف كل بريديكيت السبجكت تبعه يو ار اي والاوبجكت يا يو ار اي يا فاليو لتر صح؟ هلا احنا نعمل سكيما لهذا الكلام نعمل سكيما لهذا الكلام فشو بنساوي؟ بنقول كل بروبرتي معناته الدومين تبعها هو كلاس اكيد دائما كلاس احنا نبقى عارفين والرينج تبعها برضه كلاس او يعني هاي كلاس 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 او داتا تايب اللي هو كلاس برضه خلاص بس داتا تايب شو داتا تايب يعني؟ سترينج انتجر دبل طيب وين معرف او عرف الدبل والسترينج والانتجر والهيك كلاس هلا في لازم احنا هي كلاس هي دائما لازم تبقى كلاس هل نقول هون ان الرينج تبع البروبرتي الداتا تايب تبعها نقول وين عرفوا فلان فلان عرفوا اللي هو مثلا اللي احنا سموه اكس اس دي يعني اتش تي تي بي سلاش دبليو 3 سي دوت اورج سلاش كذا كذا سلاش هاش سترينج يعني انه هذا الاكس اس دي هذا بس نيم سبيس وديك على وين تعريف الداتا تايب اللي اسمه سترينج طيب كمان مره سؤال بقدر اكتب هذا الحكي ار دي اف بيور بدون ار دي اف اس صح بقدر اكتب هذا الحكي شو يعني؟ يعني لما جينا حكينا مثلا نرجع مثال الكورس يعني انا مثلا عندي
جامعة في لها الكلية الفلانية، الكلية الفلانية في عندها البرامج 1 2 3، هاي مثلا زي كلاس بعدين سب كلاس. إذا أنا فهم صح جزء بالخبر. خلينا نقول كالتالي، لا دي مش غلط. وانت بتكتب RDF بتقول مثلا الطالب اللي رقمه 1 2 3 درس كورس او سجل حركي عنده حركة تسجيل رقمها تي 25. طيب انا قلت الطالب اللي رقمه 1 2 3 بالRDF بتقولش الطالب اللي رقمه صح؟ بتقول 1 2 3 مسجل تي 25 صح؟ بالRDF صح مظبوط؟ 1 2 3 مسجل تي 25 هذه بس روح ديف تريبل ثانية كل 1 2 3 الطايب تبعها بس هذا الحد RDF صح؟ وتي 25 الطايب تبعها كورس حركة تسجيل حركة تسجيل صح حركة تسجيل حطيت انه بيرس قبل شوية حطيت 1 2 3 الطايب تبعها بيرس او طيب قول هلا اذا بدك وبيرسون طبعا ككلاس ايوه رأي والبيرسون هو سب كلاس هيومن بقدر اوديه على يو ار اي هيومن من داخل الار دي اف تبعك بالضبط هيومن كل هيومن الطالب تبعه كلاس فانت داخل الار دي اف بتقدر يعني بتقدر تشير تعرف تعريف تكتب تعريفاتك داخل الار دي اف وبتقدر تفصلها تحطها في دوكيومنت ثانيه ولما تيجي تكتب ار دي اف تستعمل يعني الفكره انه انا بقدر امثل الار دي اف الار دي اف اس بقدر اكتبها بيو ار دي اف ما اكتب الكلاس ضد بروبرتيز صح؟ يعني 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 انا شو احتجت الكلاس ضد بروبرتيز او بالاحرى انا شو احتجت للسكيما انا على الاقل بمخيلتي انا بقدر امثل هذا كيف الار دي اف هو ار دي اف ما قلت لك بدون بروبرتيز بدون كلاس لا 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 انت اللي كنت تسويه لما تعمل ار دي اف بدك تقول بيرسون مثلا فيرست نيم عم ناش نقول بيرسون تقول 1 2 3 فيرست نيم لؤي صح فيرست نيم هلا لازم تقول 1 2 واذا بدك تقول 1 2 3 الطايب تبعها بيرسون صح؟ طيب وين عرفت بيرسون؟ ممكن تعرفها بيو اي ثاني كيف يعني؟ قصدك المطرح ثاني از ريسورس وتكتب تعريفه كيف عرفنا الكونتري وفتحناها بلوك ثاني لا 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 بنعرف كلاس احنا ما بنعرف داتا انا بحاول اني انا ما بنعرف داتا احنا بنعرف كلاسز زي سكيما مش الداتا نفسها هذا الار دي اف اس بس انا الفكره لا بالار دي اف اسمع تفصلش الار دي اف اس عن الار دي اف يعني الفكره في اكستنشن على الار دي اف السؤال بمعنى اخر انه انا بالضبط زي ما تفضلت انه هي اكستنشن بس انا شو استفدت من الكلاسز والبروبرتيز طالما انا بقدر اضلع على بدون ادغام بدون ما اطلع على السكيما خلاص اكتب يعني اكتب الريسورسز از يو ار اي مباشره بس انت لما مثلا اخذنا مشروع الاسبوع الماضي كنت تستعمل مسميات كنت تفترض انها موجوده صح؟ هلا هون انت تعرف الفكرة لما استخدمت انت انه مودم ريجستد ان او عمل انرولمنت الانرولمنت هي انت وين انا معرف عن الانرولمنت مثلا؟ موجودة في يو ار اي معين بس اذا انت بدك تفترض انها موجودة انت بتروح بتروح تعرفها عشان تستخدمها هلا منو عاد هسه بعد المحاضرة هاي تفترض انها موجودة خلص لازم هلا تروح تعرفها او تستعمل تعريف حدا يعني فعليا هي تكون موجوده معروف يعني ماشي ليش انت خلينا نقول انت بتسوي ليش انت بتسوي طبعا هذا الديفينيشن ماشي هلا كمان مره بدي اقول شغله كلها وركزت عليها ضروري تركز عليها احنا مع بعض انه انت لما تكتب ار دي اف قد انك ما تستعملش كل الموجود بالار دي اف سكيما هاي تستعمل بجوز تعريف كورس من هون وتستعمل ستودنت من مطرح ثاني وتستعمل هاز بيرد من مكان ثالث لما تكتب ار دي اف فانت
ما بتلتزمش في الداتا تبعتك في الار دي اف، ما بتلتزم بسكيما واحده. انت حر، كل اسم بروبرتي او كلاس تقدر تاخذ من سكيما مختلفه. واضحه هاي؟ طيب وقت واحد. اثنين، لما تيجي تكتب سكيما معينه، هذا الشيء مش موجود لا بال اكس ام ال ولا بالداتا بيز، انت بتستعمل يو ار اكستندينج اولز، يو ار اكستندينج سكي ار دي اف سكيمز ثانيه. يعني هون انت لما جيت ستودنت وقلت هو سبتايب من بيرسون، بس شو يعني هون بيرسون؟ انت ما عرفت بيرسون هون. انت قلت هي سبتايب من البيرسون المعرف هناك. فانت زي اللي قاعد، يعني الناس لما تبني سكيماز تستعمل تعريفات مش ستاندرد، يعني كل الناس بتستعمله مش ستاندرد بالمعنى انه يعني حدا اجى قال هاي ستاندرد، بس انت اعجبك التعريف هذا تستعمله. طيب هاي عشان اقول لكم انه هذا is not enough in the next lecture we shall learn away. السبب روبرتي، اه سوري متاسف، بدي ارجع وعلق على السبب روبرتي. هلا السبب روبرتي خلينا نمشي هيك التعريف تبعه. إذ بنقول سبب روبرتي اوف از ان انستنس اوف بروبرتي ذات از يوز تو ستيت ذات اول ريسورسز ريليتد تو ون بروبرتي ار اولسو ريليتد تو ان. زين، هل كل هون قلنا لما هاي سب وهاي السوبر معناته كل واحد كل علاقة أبوية كل علاقة أبوية بين اثنين هاي بالإنجليزي ايش فيش شيء اسمه بيرنت ما لهاش علاقة بنوم هي علاقة أبوة يعني. يعني فادر أو كانت إنجليزي علاقة الفادر إذا A has father B كمان لازم برضو تقدر تقول إنه A has parents B. لا لا كمان مرة معلش. إذا قلت في الأر دي إف، بنحكي على ذات، قلت انه محمود هاز بيرن عمر، يعني عمر ابو محمود، محمود هاز بيرن عمر، برضو هلا بتقدر تقول انه والله ابو كمان محمود هاز بيرن عمر. سبب روبرت عشان في بعض العلاقات هي بتقدر تعتبرها هي بروبرتي اه ولا لا؟ لا لا طبعا هو بنفس الشيء كلاس، ما هو برضه ستودنت از كلاس، بس سب كلاس اوفر انذر كلاس، وهو هاز فادر از بروبرتي، بس اذا سب بروبرتي اوف هاز بيرن بروبرتي. طيب مثلا انا فهمت انه يعني بتصيرش علاقه الا لما تكون تحقق هاي العلاقه الا لما تحقق يعني. مثلا انا لو حطيت بدل هاز بيرنت بور، بس انا جبت كتاب للمكتبه وحطيت بدل هاز فادر اني برجع للكتاب، يعني لو حطيت هاي العلاقه ممنوع انا ارجع للكتاب اذا مش مستعير. لا هذا انت عقلتك وادي بس هذا بالاول كنا نعمله. ماشي عيد سؤال انا بكلماتي. فهمت هذا؟ تقول لازم اذا بدي اقول انه ايه انه محمود هاز فادر عمر، لازم ابكى كايل انه محمود هاز بيرنت عمر، لازم ابكى بكيت كايلها. هلا هذا الكلام هذا نوع من انواع اللي بنسميه سبسيت ريليشن مثلا بالاورين اللي بين العلاقة بين الريليشنز. لا هاي معناها العكس، اوكي مش العكس سوري، معناها هون الديريفيشن يا حبيبي، بمعنى انه اذا عندي هاي العلاقه تقدر تتلكى عليها كمان هذا الاسم.
إذن وجدت هاي العلاقة تقدر تسميها فإتس نوت أن إنتجريتي كونسترينت إتس جاست فور ديريفيشن ولا الإنفرنس. ف فيش داعي أفحص فيش ما دام في محمود هاز فاذر عمر معناته محمود هاز بيرن عمر. بس مش بالضرورة يعني لا بالضرورة إذا حطيتها هاي هو لازم لازم إذا حطيت إنه هون إنها هاي صب بروبرتي من هاي وبعدين جيت قلت لي محمود هاز فاذر عمر بقدر أنا أقول بعدها 100% إنه محمود هاز بيرن عمر. بس العكس لا العكس لا العكس لا لا تضطر إذا كان عندنا مثلا ثير يعني مثلا أعطيك مثال ثاني أعطيك مثال ثاني works for و affiliated with هلا ال works for sorry ال affiliated with كل واحد affiliated with مكان معناته برضو it implies انه works for that مكان. فلما تيجي تقول مصطفى affiliated with بيرزيت يونيفرسيتي برضو لو انها محطوطه هيك برضو بتقدر تقول مصطفى works for بيرزيت يونيفرسيتي. انا كيف بدي عرفنا اول البروبرتي ما عرفنا البروبرتي اللي وراها الصبر البروبرتي يعني اتس انف لا اذا ما اذا عرفت هاي اذا عرفت هذولي هاي هلا شو بدك تديش عارف هاسفا انت حر شو بدك تعرف يا اذا اخترت لها دومين ورينج بيرسون بيرسون خلص بطل في علاقه بين هاي البروبرتي وهاي البروبرتي. انت بس جيت تقول انه هاي البروبرتي لها علاقه مع هاي البروبرتي انه كل شيء بنقدر نقول عنه هاسفا كمان بنقدر نقول عنه هاسفا. فدكتور شو بستفيد من هذا الشيء؟ شو بتستفيد؟ للريزن نعم للريزنينج للاستنتاج لعملية الاستقاء لشو الانجليزي بنسميها ريزنينج او انفرنس انه انت خلص ما دام قلت هاي مش داعي تقول هذه يعني احنا حكينا هي نفس المعنى بس اطلق عليها اسم ثاني بس انت مجرد اذا حطيت هاي وفي عندك داتا كثيره وفي منهم كلهم هاز فاذر وتقول او وفي عندك ناس ثانيين هاز بيرنت وبعدين تيجي تحط هاي معناته كانك عملت كل ال شملت كل الداتا كل شيء بنسميه هاز فاذر هو كمان بيعني هاز بيرنت يعني لازم يكون الاب. طب وين قلتيها بالارضيه؟ انت لازم تقوليها في مكان بالارضيه. هذا انت بتقولي لازم احنا عارفين واضحه يعني هيك بمثلها يعني هيك بمثلها يعني تقدر تعرف هاز فاذر هاز بيرنت لحال تقدر تعرف هاز فاذر لحال تقدر تعرف هاز ماذر لحال بس انت مرات مش كل شيء في له داعي انك تعرفه كله يعني هاي اكسبريسيفيتي في اللانجوج نفسها. في اي سؤال؟ نعم قلت يعني لو نختار مثلا ثلاث اشخاص نقول انه هذا الشخص ابن هذا الشخص وهذا الشخص ابن هذا الشخص الشخص سي هو اخوه لشخص ما عرفناش هاز براذر ما عرف انت بدك تعرف هاز براذر فول كلاس لحاله بدك تعرف بروبرتي هاز براذر مش هذا هو وتقول ها ما لها علاقه بالهاز براذر بدك تقول انه بيرسون وبيرسون طبعا بس ما بدي اخلص طيب بس شو الفرق بين يعني انا بدي اعرف شو اميز بين الكلاس والبروبرتي متى بعرف البروبرتي متى بعرف الكلاس الانستنس تبعه شيء واحد انديفيدوال مثلا بيرسون كورس كومباني البروبرتي الها علاقه بين اثنين علاقة بين الاثنين بين تو انستنسز بين تو انستنسز خرجتك مين؟ لا خلص بالنسبة لي عم جد خرجتك مين؟ أنا بالعماد حطيتها في ناس كثير بحطها هزلي
لا لا بحط هنيم. أنا يعني أنا الجزء أنا جزعت من أول ما تعود من هذا الزمان تخرج متخرج من 2000 فأنا حتى اشتيا بأن ما كتبت إيش مشاهد إيش قالوا كل جديد على. لا من ما نرجع عاصم نفرق شكل. لا ما استغرب من أسد يعني. لا 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 العكس طيب. قلنا هذا الـ RDFS الـ RDF سكيما ومن ندرب عليه هلا كمان شوي بس إنه this is not really enough very long lecture will be about أول أوكي هلا دي براكتيكال سيشن بدنا نبلش على الجزء هذا من المحاضرة في الأرض يبسمنا إنه بدنا نوقف practical session في practical session دورتيكم سيناريو وين تلزم فيه الأرض يبسكيب كي هذا تخيل المشكلة التالية إنه في عنا بدنا نعمل national student registry شو يعني سجل للطلاب الوطني بده يصير في وزارة التعليم العالي وهذا الشيء زي ما سمعت من احد الطلاب السنه الماضيه انه موجود اصلا خلينا نقرا الديسكربشن والدي سنترال مانجمنت اوف ذا ستودنتس بروفايلز باي ذا منستري اوف اديوكيشن يعني مركزيه اداره ملفات الطلاب وزاره التعليم العالي is becoming an urgent need in the last years ليش؟ Many students in Palestine moved from one university to another. صحيح؟ صحيح. بالمناسبة كيف لما بتروح تأخذ صورة مصدقة عن كشف علاماتك تسلمها للجامعة الثانية اللي رايح عليها صحيح؟ وتقدر تسويها صح؟ طبعاً ما عارفين تقدروا مش بالسهولة؟ سهولة اسألي الشباب بيقولوا لك بأي درجة السهولة؟ شو بمنعك تعمل ختم جامعة؟ يعني ختم جمالي بالضبط يعني هذا على فكرة صحيح شرطك سمعتوا عن قضية اللي بيستوردوا سيارات فلسطين فترة الأخيرة وكان في تزوير جمالي كأنه وزارة المواصلات مش مربوطة مع وزارة المالية لو في ربط في الداتا بيسز كان ما صارت هاي الشغلة حكي عليكم So they need to transfer their academic records. الطلاب من سجلات علاماتهم لازم تنتقل من جامعة لجامعة. Also, the Ministry of Higher Education needs to certify the diplomas. مظبوط؟ صحيح. مصدق شهادات. And mark sheets of students. طيب. وبرضه بدك تصدق علامات تقدر تزودها ولا لا؟ لو بدك تقدر. طيب. ما هو؟ شيء ثالث. There is a need to centrally manage or monitor students' financial aid. مش بقوا الطلاب مساعدات من وزارة التعليم العالي. وبتعرف الشيء الثاني برضه هناك الطلاب شو بيلعبوا. فقررت الوزارة إنها to build a national student registry. National student registry. Such that each semester في كل نهاية فصل every university has to send the academic record, i.e. the mark sheets, of every student to the Ministry of Education. بعد نهاية كل فصل بترجعوا بتحمل الأكاديميك ريكوردز وتوديها وين؟ هيك بدها وزارة التعليم العالي. The Ministry will then update and integrate the academic records according to the data combined from all universities into a national student registry. يعني بدهم يعملوا كومبليشن هلا لكل علامات الطلاب وبغض النظر انت جاي من نفس الجامعه ولا من جامعه ثانيه الى اخره فلازم تكون انتجريت هلا بيبعثوا فورمز حاليا شو حاليا بيسووا؟ نشبك عندهم بيبعثونا ويب سيرفيس ودوت نت ابلكيشن بعطوك الفونس عندك اياهم وبتعمل ترانزاكشن عليهم ويب سيرفيسز مشهور شغلك هذا؟ لانه عبد بيشتغلنا في الكمبيوتر سنتر يعني انا هون طبعا الويب سيرفيسز لسه هاي شيء اعلى شويه من اللي انا بقوله يعني
هيك احسن من اللي انا بقوله بالمناسبه. بس انا يعني انسى يوز كيس لانه احنا حنتطور في هاي اليوز كيس بالمناسبه على اويل على شوي شوي. هلا دي مينستري وانتس تو سبيسيفاي ا شيرد اونتولوجي يعني ار دي سكيما such that all universities can exchange their students' profiles in RDF. تيجي الجامعة بتودي الـ RDF file تبع كل الطلاب بنهاية الفصل according to an RDF scheme. هلا الوزارة قررت توظفك تبني لهم الـ RDF scheme. هذا الـ use case. هلا كيف نشتغل؟ كل طالب بيشتغل لحاله. اول شيء عشان بدك تبني هسه ار دي اف سكيم على هذا الموديل لهي المشكله، فشو بدك تساوي انت هون؟ افضل شيء كل ما تقعد تكتب وتقعد تفكر حط العلاقات بين بعض برين ستورم اون بيبر تو سبيسيفاي وات ستودنت ريكورد كونتينز. شو ستودنت ريكورد فيه؟ ستودنت يونيفرسيتي فاكولتي بروجرام كورس سمستر ماركس افريج اند بلا بلا وذير ريليشن شيبس. Students are required to use two different marks. أنا مش طالب منك إن الأرض في سكيمة تبقى صح لكل الجامعات الفلسطينية. طالب منها بس كديش لجامعتين مختلفات. يعني سوري لكشفين علمية مختلفة. يعني بدك تأخذ فصلين إيه تأخذ كشفين علمية من جامعتين وتعمل أرض في سكيمة لا تزبط على هذول الاثنين. بتعرفوا ليش انا بقول هيك؟ لانه كل جامعه لها ستراكت المارك شيت تبعها بيختلف عن جامعه ثانيه، صح؟ ناو يو هاف تو ميك ا كومبرومايز. لاحظ انه انت هون وزاره التعليم العالي وبتقدر تجبر الجامعات على السكيما تبعك، صح؟ الانطولوجي تبعك، على الارض في السكيما تبعك، مزبوط؟ صحيح؟ يعني كلش يعني اذا هم مسميها كذا انت بتقدر تعطيها اسم ثاني اذا اسمك احسن. الاسم اللي بتعطيه احسن. Further, students are required to deliver two RDF files. لأوت بدك تعطيني بدي two RDF files فيهم كشفين علامات بالـ RDF. Each file representing a data in a mark sheet. Please choose mark sheets from different universities. مش من نفس الجامعة. تقول لي منين أجيبها؟ Well, إذا أنت خريج النجاح وبدك تدرس بير زيت المفروض يكون عندك اثنين. إذا أنت خريج بير زيت وتدرس بير زيت اسأل زميلك يعطيك كشف علامات ثاني أو أي كشف علامات أخرى. These RDF files must commit أو use إيش؟ الـ vocabulary defined في وين؟ في الـ RDF S اللي عملته. فـ students will be asked next lecture to present their RDF S ontology. المحاضرة الجاية بدي تعرضوا شغلكم على الداتا بروجيكتور هون تو اذر ستودنتس عشان نعطيكم فيدباك وملاحظات هون. بس انا طبعا بحط علامه على اللي بنعرضهم، انتبه يعني هذا مش للتجريب برضه. بعطيك اتريشن ثانيه للمشروع يعني وكانه بعطيك اتريشن ثانيه تعمل بس بحط علامه هون وبحط علامه هون. Then each student will have some more time to correct their mistakes and submit the final model before the deadline بعد أكمل يوم من المحاضرة الجاية. Students are expected to reuse standards and common methodologies. هذا المهم. إذا بدك تطلع على شو فيها فوف وشو فيها هاي الدواك هاي وإلى آخره، يعني شطارتك مش بس تعرف الـ RDF سكيما من عندك، إذا في أي جزئية معرفها حدا ثاني بدك تدور على الإنترنت وتجيب ار دي اف سكيم ثاني وتعمل تسوي ريفرنس عليها وتسوي ريفرنس عليها زي ما أنا ورجيتكم قبل في المحاضرة السابقة لما قلت لكم الفوق استعملت تعريف واحد ثاني، صح؟ Students must validate their RDFs and RDF files using the online AWL RDF validator. فاليديت بدك تعمل لي اياها تكون لازم ايش تبكى؟ فاليديت. Each student must publish هون كيف بدك تسلم لي اياها. Their RDF schemas and the two RDF files on the web.
بدك تعمل ويب سايت لحالك بعرفش كيف. انت حر. بتقلع ويب سايت، بتفتح ويب سايت جديد، بتشتري ويب سايت. في كثير فري برضو مواقع فري، تعمل بيج لنفسك، بيج ما هو بيج. فانت بتحط اللينك هناك، بتحط ترفع ال RDF، تو RDF files، تو RDF files كل واحد لمارشية زائد ال RDF ثلاث فايلات، تحطهم على موقع وبتعطيني الموقع الثلاث لينكس. فالدليفرابي لينك تو the RDF file ولينك لل 2RDF ولينك لل RDF schema. سوري، واحد ضل في ال RDF schema وواحد في RDF. واضحة؟ دكتور هنا بدك ويبيج ولا هوستنج؟ بس عمل لك هوستنج بمعطيك بدي هوستنج. بس بنصحكم لأنه في مشاريع جاي بنكملك يعني بيج. في أي سؤال؟ الدكتور بيطلع في الديفو اس اذا كان موجودات لكم. هذا مثال يعني، كمان بدي ارحب عن شيء موجود. يعني انت كل ما تيجي تعرف كلاس، هل في حدا عرف هذا الكلاس قبلك؟ اذا استعملت تعرفه فيش داعي تعرفه. كيف بدي اعرفه؟ بدك تعمل جوجل، تعمل سيرش، ما في شيء. طلب من سيرش صحيح. كل أعطينا أكثر. اليوم بتعرفوا، هلا بدنا ناخذ براك سيشن، بدنا نبلش في هاي الكيس. بتعرفوا انه موضوع الكتسي. بس في كلاسز ممكن انا اسميها شيء ويكون مثلا لها يعني سيميلر كلاسز ديفاين. زي مثلا؟ مش مستحيل شيء يعني. هلا مثلا بيرسون، هو معروف بيرسون. طيب كورس، اذا في حدا معرف كورس تعمل كورس. ما فيش حدا معرف ترانزاكشن. زي ما عرفنا عرفت من عنده عرف. انا مش كايد، بس كلمة شاطر بتجيب لي كو اشي معرف برا عشان افحص وادربك تستعمل برا. شفت كيف الفكرة؟ في اي سؤال؟ دكتور المشكلة ان الار دي اف انا بتوقع انه مش مستخدم بكفة يعني عندنا ببلادنا ما بخليش بكثرك فوق ما تتصور. لا بالمناسبة برضو تستهنش، برضو في كمية تستعمل على الأقل. أنا صرت مخرج كبير من الطلاب اللي كلهم درسوا على دي إف وأول وخبرة بالموضوع. طب هذا يعني إحنا بدنا نسوي كشفين علامات كل واحد في دي إف فايل. صحيح. والـ دي إف إس يجمعهم الاثنين مع بعض. لا. الـ دي إف أنت بتعرف الترمينولوجي يعني أسماء البروبرتيز والكلاس. الـ دي إف إس. ماشي. بعدين تروح تلمع ار دي اف واحد، كل واحد لكش على بنت صح؟ هلا اسماء البروبريتيز البريديكتس يعني الكلاسز اللي بتستعملهم هون بكون جايين من وين التعريفات هاي؟ طيب خلينا نتعادل هسه عملي.